السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيضان صقر من مدينة الربح من الإنترنت ودرس جديد. ونستقبل النهاردة باقي دروسنا في بلوجر. إحنا المرة اللي فاتت شرحنا يعني نظرة عامة، وشرحنا إزاي نعمل مشاركة جديدة، وشرحنا يعني إيه صفحات. المرة دي إن شاء الله هنعرف التبويب الخاص بتعليقات. عندنا لو ضغطنا على تعليقات بنلاقي هنا التعليقات المنشورة، اللي هي بنلاقي هنا كل التعليقات المنشورة بالفعل على المدونة بتاعتنا. طبعا عشان هنا ما فيش أي تعليقات، بنعلم على التعليق اللي احنا عايزينه، وبنقول مثلا إزالة المحتوى لو احنا عايزين نتحكم في محتوى التعليق، لو في لو تعليق غير مناسب، لو عايزين نحذف خالص، ولو عايزين نعلم عليه أكنه تعليق إسبام. لو جينا هنا نشوف الرسالة غير مرغوب فيها، بنلاقي بيحط هنا قائمة بالتعليقات الغير مرغوب فيها أو الإسبام، اللي هي يعتبر تمت عن طريق ناس مزعجين أو عن طريق برامج خاصة بالتعليقات على المدونات. لو جينا نشوف الجزء الخاص بجوجل بلس، بنلاقي بيعرض لنا الملف الشخصي الخاص بينا على جوجل بلس لو احنا عايزين نعدل فيه، لو احنا عايزين نعمل صفحة جديدة على جوجل بلس، لو احنا عايزين نعمل أي حاجة بتتم من هنا. طيب من الإحصائيات عندنا هنا التبويب الخاص بنظرة عامة، بيعرض لي مصادر الزيارات والتدوينات بتاعتي أخدت كام مشاهدة في اليوم، ومرات مشاهدة المدونة امبارح، ومرات مشاهدة المدونة النهاردة. عندنا المشاركات، بيعرض لي هنا المشاركات بتاعتي أخدت كام مشاهدة، ومصادر حركة الزيارات، دي يعتبر تقرير مفصل عن نظرة عامة. وعندنا الجمهور، بيعرض لي هنا الزوار دخلوا من البلد، من أنهي بلد، و من متصفح معين أو من ويندوز معين. وكمان بيعرض لنا المحافظات اللي دخل منها الزوار من بلد معين. عندنا هنا التبويب الخاص بأرباح، لو احنا ان شاء الله خلصنا المدونة بتاعتنا وبقت جاهزة لإن احنا نقدم فيها على جوجل ادسنس، كل اللي علينا بنشترك في جوجل ادسنس من هنا، وبنكتب الطلب بتاعنا وبنبعته لجوجل، وان شاء الله بيتوافق عليه. ولنا ان شاء الله انتهى الدرس بتاعنا، واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.